الدكتور صائب عرايقات كبير الساسه الفلسطينيين. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا استاذ. ازاي حضرتك يا فندم؟ يسلم من خانك. اشكرك، ربنا يخليك. وانت تعلم يا دكتور الحقيقه انه والله لا ازايد، لكن ده شعوري وشعور كل مصري وعربي محترم يعني عاشق للقضية الفلسطينية ومساند ليكم بمنتهى الحماس. لا يوجد بيت في مصر إلا هو فيه شهيد وجريح من أجل فلسطين، ولا أحد يستطيع أن يزايد على مصر القيمة والقامة والهامة والعمود الفقري لكل العرب. وأنا أشاركك الرأي أن هناك من العرب من يقول تطبيع يخدم القضية الفلسطينية، هذا لا يخدمنا، هذا طعمة الضغط. صحيح، التطبيع الآن إباحة للدم الفلسطيني. هذه حكومة ترتكب جرائم حرب بامتياز، آلاف الوحدات الاستيطانية، تدمير المنازل، مصادرة الأراضي، تطهير العرقي، الإغلاق والحصار، الاغتيالات، الاعتقالات، كلها جرائم ترتكب بحق شعبنا الأعزل يوميا. نعم. وبالتالي نحن قدرنا أن نبقى وأن نصمد. نحن مددنا يدينا للسلام، سلام القائم على القانون الدولي والشرعية الدولية، ولكن إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة، سلطة الاحتلال، تنكرت لكل الاتفاقات الموقعة وتنكرت للقانون الدولي والعلاقات الدولية، وجاءت إدارة الرئيس ترامب الأمريكي لتساندها بشكل تام فيما يتعلق بمحاولة لي ذراع الشعب الفلسطيني. قطع ترامب عن الشعب الفلسطيني عام 2018 ونحن في نهايته الآن 844 مليون دولار، معتقدا أن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة عقارات. وقال له الرئيس محمود عباس: القدس ليست للبيع وفلسطين ليست للبيع. نعم. وهذه الحقيقة. نعم. سنبقى وسنصمد الاستيطان إلى زوال والاحتلال. ناهيك طبعا يا دكتور عن القرار الظالم والمتعسف بنقل السفارة الأمريكية. هو قرار، شوف، قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل، قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ومن ثم قرار قطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وقرارات باعتبار الاستيطان شرعي، وإلغاء مبدأ الدولتين، وإلغاء اصطلاح احتلال، كلها تأتي ضمن موضوع مدروس وممنهج وخطة شاملة مسماها قانون القومية العنصري الذي صدر قبل 4 أشهر في إسرائيل. تمام. وهو استكمال لوعد بلفور الذي يعطي الفلسطينيين الأقلية حقوق دينية ومدنية فقط. ثيودور روزفلت رئيس أمريكي السابق قال: البيت الأبيض هو بيت الأخلاق الدولية، لأن كل ما كنت قوي كل ما كانت المسؤولية عليك. هذا البيت بحاجة إلى رجال دولة عظام وليس إلى رجال عقارات. هذه الحقيقة. نعم. هذه هؤلاء رجال عقارات يعمقون جراحنا في العالم العربي، يوسعون الخلافات بيننا، نحن 22 دولة عربية بيننا وداخلنا 19 خلاف، يريدون امتصاص كل شيء، ولكنهم بامتياز إسرائيلية أكثر من إسرائيليين. أحدهم قال لي: أخي، قال لي انت كيف انسان مثلك متعلم ومثقف وبروفيسور بيقول انه بيؤمن انه في شخص جاء من مكه في ثواني الى القدس وصعد الى السماء؟ فقلت له: والله اهون علي اصدق القصه هذه من اصدق انه في انسان فتح البحر بعصا او حط ايده على العين الاعمى وفتحه. اترك الدين على جهه، اترك الدين على جهه، الدين لله. صحيح. ثم يقول القران الكريم: لا نفرق طبعا ما احتنى طبعا لكل الانبياء، مع كل الأملاك نفرق بين أحد من الرسل. صحيح، نؤمن بهم جميعا. هؤلاء مجموعة من الأيديولوجيين الذين يحاولون الآن وبكل قوة تحويل الصراع إلى صراع ديني. صحيح. صراعنا ليس صراع ديني، صراعنا سياسي على الأرض، على طيب سؤال سريع يا دكتور، من خلال قراءتك كمان للمشهد في إسرائيل، موضوع الانتخابات المبكرة وحل الكنيسة، هل كما تتفائل كما يتفائل البعض ويقول ربما تتغير السياسة وربما تأتي وجوه أخرى وكذا؟ أنا الحقيقة لست من المتفائلين، لكن أسمع رأي حضرتك. أنا أشكك الرأي. أنا باعتقادي أنه الآن في ظل ما توفر الولايات المتحدة الأمريكية القوة العظمى من مواقف متطابقة مع أقصى اليمين الإسرائيلي، وما توفره من ضغط على شعوب الأرض، يعني تعلمون أنهم قطعوا عن غانا عيادة لم تكتمل بمليون دولار. صحيح. وقطعوا عن موزمبيق مدرسة لم تكتمل لأنهم صوتوا معنا. وبالتالي عندما يجد صانع قرار في إسرائيل والناخب الإسرائيلي أن هناك إدارة أمريكية، يعني خذ مثل بسيط، أعطيك مثل البرازيل. لا، نتنياهو الآن صار إلى البرازيل، بلوسينارو الرئيس المنتخب يريد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. هل تعلم أخي الكريم أن صادرات الدول العربية مع البرازيل 20 مليار دولار، منها
8.5 مليار دولار لصالح البرازيل العجز، فيما التجارة مع إسرائيل 1.2 مليار، منها 700 مليون دولار عجز لصالح إسرائيل. أين يعني ألا نستطيع يعني مصر بالفعل قامت بدورها وسدعت السفير البرازيلي ومنعت وفد برازيلي من القدوم بعد إصدار التصريحات. نعم، لا دي ورقة ضغط مهمة جدا يا دكتور. هذه ورقة ضغط مهمة جدا. أنا أقول كذلك أستراليا، أستراليا يعني صادراتها عام 2017 نهاية 2018 مع العالم العربي هذا العام 17 مليار و200 مليون دولار، منها 14 مليار دولار صادرات للعالم العربي. تمام. كما قلت لن نريد أن نحارب أحد ولا نريد أن نجازف أحد، ونحن نتحدث مع صناع القرار في هذه الدول أستراليا، أمريكا، غواتيمالا، البرازيل بلغة المصالح التي لا تفهم سواها. إذا لم نتقن كصناع قرار في العالم العربي الحديث بلغة المصالح نحن سنتأثر بالحدث دون أي قدرة على التأثير عليه. صحيح. وهنا تكمن المشكلة العربية. أحسنت، أنا بشكرك وبحييك على نضالك وكفاحك الدائم، وأنا رغم عدم تفاؤلي بالمشهد القريب لكن حماسي ويقيني بالحق الفلسطيني والحق العربي لا يتزعزع، وأسترجع كلمات الشهيد الفلسطيني ياسر عرفات عندما يقول يعني يرونها بعيدة ونراها قريبة، وسنرفع أسوار سنرفع أعلام فلسطين إن شاء الله فوق أسوار القدس قريباً.